أنتم إذن مع صدى العرب ونقفل صفحة ديربي الرياض بين النصر والهلال وزعل عيسى الجوكم صرنا قاعدين تحت الهواء نراضي فيه بس إنه روق شوي معلش بسيطة ثلاث نقاط لا راحت ولا جات بالنسبة للهلاليين ثلاث لا صاروا بالنسبة للهلاليين أنا أقول أول شيء ما قال بالنسبة للهلاليين بس لأنه نتذكر حاله إنه على الهواء لك بالنسبة للهلاليين لا بالنسبة نذهب إلى قطر ومعنا مفدنا إلى هناك طلال الغامدي طلال يا مساء الخير حبيبك اهلا وسهلا حبيبك اهلا وسهلا حبيبك قاعد هون اعلان سلم لي عليهم يا ابو كرم من شاهد البطوله العربيه لازم يتشبع كرويا انا اليوم ما تابعت الديربي لاني متشبع كرويا من اللي شفته هنا يا سلام عليك حلوه الشخصيه طيب اعطيني اخر الاخبار على السريع بس ابو كرم يعني صعب اني اعطيك اخبار ما في الا خبر واحد تخيل نصف النهائي كان نجمه الحكم البولندي سيمون لا حديث في الدوحه وفي الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي الا عن هذا الحكم اللي عمل اخذ النجوميه كامله 18 دقيقه ابو كرم 18 دقيقه فكان حديث الناس هنا كل الناس يبغون يعرفون ايش اوكي 9 دقائق مقبوله لكن ال9 دقائق الاخرى ايش سببها كيف حصل فالكل حاول يتواصل مع الفيفا وانا شخصيا حاولت اني اوصل للفيفا واخذ جواب على هذا الموضوع كيف وصلت 18 دقيقه فالحكم البولندي هو نجم نصف النهائي بخصوص التجهيزات للنهائي اليوم بونجاح اللي هو بغداد بونجاح عمل فحوصات اثبتت سلامته وراح يشارك في النهائي وهذا خبر جميل جدا اسمع في وراك ولد صغير ايضا في خبر يا ابو كرم غريب اسمع في وراك ولد صغير حامل علم تونس بس مش عم بيعرف يطلع العلم خليه يطلعه تعال تعال انا جيبه تعال اي خليه يطلع العلم معلش تعال 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 يا تعال تعال والله خربت الاخبار حقتي يا شاء الله عليك اي ما عم يعرف يطلعه كان وراك واقف يلا ظبط اذا في علم جزائري طلع لنا اياه كمان امسكه كذا امسكه شو اسمه للولد ها تو والله هني ابوك قول له محليك والله محليك اسمي امير وش اسمك امير تشجع مين اسمي امير منتخبك تشجع امير تفوزون في النهائي تونس ما شاء الله عليه الله يحفظك ابو كرم نكمل اخبارنا لا يلا اكمل ترى انا محضر وتعبان وضيحه علي كمل يلا كمل كمل يلا كمل على السريع بس كمل يلا كمل انقطع الخط كمل يا ابن الحلال كمل الو قطعوا لك الخط ولا بكون الشباب عم يشتغلوا فيك هلا كمل الو انقطع الخط قطع الخط طيب يلا خلاص حرام خرام اخطي طيب